قصتك فيها اتصدرت. اديك فلوس ايه؟ ماشي طيب. بصي يا رودي، انا عارف ان انت لسه جديده في الشغلانه دي وان انت لسه مش فاهمه اصول الشغلانه قوي. بصي يا ستي، المفروض ان التامين كان مسؤوليه بابا، وانت مالكش دعوه بالخساره الناتجه عن فشل التامين. لا بلا بلا بلا، صح؟ مش ده اللي انت عايز تقوله؟ مظبوط. امال في ايه بقى يا رودي؟ انت اللي مش عايز تفهم يا مروان. انا مش عايز افهم يا مروان؟ طب فهميني يا ستي. انا خدت منك حاجه. يعني ايه؟ يعني خد منك الفلوس يديهم لك. اللي خده مني ده اللي هو ابوكي. روح خدهم منه. طوان جلال، اللي واحدة زيك هتعمل مع الموضوع ده خالص. أمير! أوامرك يا رودي هاني. وصل مروان بيه. اتفضل معايا مروان بيه. هنتقابل تاني. مع السلامة. معلش يا امير، عارفه ان انا بتعبك معايا. انت عارف طبعا ان انا ما عنديش حد بثق فيه، وبثق فيك عشان بابا بيثق فيك. خير يا رودي؟ مفيش حاجه، كل حاجه مع الوقت بتعدي ان شاء الله. بس انت عارف لما بابا يخرج بالسلامه انا هخليه يعوضك واجيب لك حق حنه. حق حنه؟ انا جيت لسيف فيوستن جبت بيه، بس ما وقفش جنبي، سابني لوحدي وقال لي شوف لك غيرها، وسابني في وش القطر. انت تكفر؟ ده قدرها يا امير. بتضحك علي؟ لا مفيش، بس حسيت ان انا قاعد قدام سيف دي العزازي. كلامك بقى شبهه بالظبط. من شابه اباه. او انت بقى باللبس الجميل ده بقيت الشيخ كريم البنا، شيخ قبيله البنا. مامي مامي. ايه مامي دي؟ في شيخ قبيله يقول مامي برضو؟ لا، اماي 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 اماي. انا ممكن اروح النادي باللبس ده؟ نادي؟ نادي ايه اللي تروحه؟ ما ينفعش طبعا. اللبس ده يا دوبك تقعد بيه في البيت وتتصور بيه وتقلعه على طول. ده ينفع يروح بيه المديريه اساسا؟ ايه ده بجد؟ ايه اللي بجد ده؟ انت عايز ترفدني ولا ايه؟ بقول لك يا حبيبتي، انا جايب زيت زيتون وبهارات وحاجات كتير قوي للاكل من سينا، عايزك تحطيهم بقى في برطمانات وتحطي اسامي كل حاجه في البرطمان. طب وانا هعرف منين اسامي الحاجات العجيبه اللي انت بتشتريها دي؟ طب سيبي لي انا الموضوع ده، انا بقى ميت من الجوع ومحضرين. استني استني استني، ناخد صوره الاول مع شيخ قبيله البنا. انا والله ما قصرت يا شيخ. ها يلا هوبا، يلا بقى ظبط ظبط نفسك. ايوه كده، ايوه قربي شويه، قربي قربي قربي. ممكن لو سمحت ما تعصبش عشان انت تعبان. ما تقوليش تعبان، انا مش تعبان، وفلوس الشحنه دي هجيبها. يعني هجيبها؟ مش ممكن الموضوع يكون لي حل قانوني مثلا؟ قانوني؟ ما هو ده اللي قالته لي رودي. قالت لي روح خد فلوسك من سيف العزازي. رودي قالت لك كده؟ تخيلي، البت اللي لسه ما خرجتش من البيضه بتقول لي انا كده. البت بعت ابوها خالص. طب حلمي لو سمحت، لو سمحت ممكن تحط موضوع الفلوس ده على جنب؟ مروان دلوقتي اهم حاجه صحته. ما تقوليليش صحتك. انت عايزاني اسيب فلوسي لرودي العزازي تستمتع بيها وانا حاطط ايدي على خدي؟ طب تحب انا اكلمها لك في الموضوع ده؟ هو انا وصل بيا لحل الدرجه دي؟ مراتي هتروح تجيب لي انا حقي من صاحبتها؟ انا هعرف اجيب حقي كويس قوي. مروان انا مش عليك، انا معاك. انا مش عارفه ليه دايما بفشل ان انا اوصلك الفكره دي. احنا ملناش غير بعض دلوقتي، فليه ما نبصش للموضوع بجانب ايجابي ونعيش زي الناس؟
مروان انا كل حاجه بطلبها منك وكل حاجه بقولها لك بتكون عشانك، عشاننا، عشان احنا واحد، او المفروض نكون واحد. عاوز تقول ايه يا عمي؟ اللي انا عاوز اقوله ان الورق المهم اللي زي ده مكانه الوحيد في الاوضه اللي ما بيدخلهاش حد الا الكبير بس، واللي مفاتيحها ما بتكونش مع حد الا الكبير بس او اللي بيفوضهم الكبير. يبقى السؤال اللي بيطرح نفسه هنا، ليه بيري احتفظت بالورق ده معاها؟ رئيسة مجلس إدارة العيلة. أهلا وسهلا. ما قلناش حاجة، بس برضو ليه ما سابتش الورق في مكانه؟ والله وجهة نظر برضو عمي، مش عارف إزاي عدى عليا الموضوع ده. معلش بقى ما تأخذنيش، أول مرة كبيرة وكده. الله، وبعدين ما أنت كنت قاعد في القعدة عمي. آه كنت قاعد صحيح، بس ما كنتش انا الكبير، كنت انت الكبير. شوف يا يحيى، انا مفيش فار بيلعب في عبي ولا حاجه، بس كل اللي عايز اقوله لك دايما حرص ولا تخوف. أنا خلصت كل اللي كان ممكن يبعدني عنك، ودلوقتي جايلك عشان أقولك حاجة مهمة. مش مهم، أياً كان اللي أنت جاي تقوله هو مش مهم. أنا وأنت دلوقتي اتنين ملهمش أي علاقة ببعض. طب مش تسمعيني الأول؟ يمكن تغير تفكيرك؟ أهلاً وسهلاً. إياد مش كده؟ أيوه مظبوط. لا ده الرائد مازن جمال الدين، ظابط. أنا خلاص ما بقاش في حاجة أخبيها على أهلي. أنا ساعدتك كتير قوي في الوقت اللي أنت كنت واخدني فيه جزء من خطتك عشان توصل للي أنت عايزه، وخلاص أديك دلوقتي أهو لسه قايل إنك خلصت اللي كان بيبعدك عني. يعني أنت أديك مهمتك وبنجاح، يعني خلاص مش محتاجني في أي حاجة ولا محتاج السرية. ياسمين، مازن ضيف عندنا، ما يصحش ان احنا نعامله كده. بس انا مش ضيف، انا كنت دلوقتي حضرتك ضيف، يعني تاخد واجب الضيافه اللي مش منه خالص انك تضايق اصحاب المكان. انا كنت عايزه ياسمين، انتوا لسه قاعدين؟ انا خلصت كلامي خلاص. بس انا لسه، مهما كان اللي انتوا قلتيه دلوقتي أو حتى اللي بتفكري فيه، أنا لسه بحبك يا ياسمين. عن إذنكم. شرفت، أهلا وسهلا. إيه اللي بتقوله ده؟ رودي قالت لك كده؟ تصدق البت دي بنت ابوها بصحيح. طب شوف بقى سيف بيه، فلوسي هاخدها، يعني هاخدها. حابب بقى تديها لي بالمعروف يبقى تمام قوي، واقول لك ربنا يعوض عليك والكلمتين الحلوين اللي انت عايز تسمعهم. اما بقى لو عايز انت عبيط يا ابني، الفلوس اللي انت دفعتها دي خلاص بح، خسرتها. انت شريك مش مشتري. انا مش مسؤول عن التأمين، أنا ليا حصة، دفعت فلوسها. طب بقول لك إيه؟ إيه رأيك نادي حضرة المأمور؟ ونقول المشكلة دي، وهو يفصل ما بيننا. قول له إن خسرت فلوسك في تجارة السلاح، ونشوف هو هيحل المشكلة دي إزاي. وأنا عن نفسي راضي بحقه. لا يا سيدي، أنا ما بحبش أدخل حد ما بيننا. وفلوسي أعرف أجيبها يعني أجيبها. بالإذن يا يا برودي حبيبي، ما تقطعش الود بقى، عايز اشوفك هنا كتير، اعتبره مكانك. لا يا حبيبي،
ده مكانك انت. بنت ابوها بصحيح. لا يا روديو، ما طلبش مني ان انا اجيلك. انا اللي اعتقدت ان المساحه اللي بيني وبينك تخليني اجيلك واقول لك اللي انت بتعمليه ده غلط. يا بنتي اللي زي مروان ده انا عارفاه، ما بيجيش غير بالطريقه دي. لو سمحتي اللي بتتكلمي عنه ده يبقى جوزي. جوزك؟ ما كان جوزك لما كان حبسك وانا جيت خرجتك. كان جوزك لما كان هيقتل حازم في المصنع. وكان جوزك خلاص يا روديو، انا اسفه اصلا ان انا جيت. انا ده انا ما اقصدش اضايقك. بس انت عارفه انا قصدي ايه كويس. ايوه بس مروان اتغير. انت حبيتيه؟ يعني انت جايه هنا على اساس ان الست بتساعد جوزها؟ ماشي يا نادى، عشان البراءه دي انا هعمل مصدقه واحاول فلوس لمروان. بس لازم يبقى عارف ان انا حاولت الفلوس علشانك مش علشان هو. شكرا يا رودي بجد، والله مش عارفه اشكرك ازاي. ايه شكرا دي؟ انا بحبك قوي يا نادى على فكره. للاسف الأخبار مش كويسة يا ياسمين. يعني خير يا أيمن؟ أنا مبقتش ناقصة أخبار مش كويسة. النهاردة صدر قرار من المحكمة بوضع المجموعة تحت الحراسة القضائية لحد التحقيقات ما تخلص. من الواضح كده إن في حد ورا الموضوع ده مصر يوقعنا. حراسة قضائية؟ طب والمستشار القانوني رأيه إيه؟ مفيش قدامنا غير إننا نمشي في الإجراءات القانونية طبيعي، لكن على الأسف مش هنقدر نتصرف في سهم واحد من أسهم المجموعة. بس لازم تعرفي عشان نشوف هنتصرف ازاي. هنعمل ايه؟ كل حاجه ضاعت خلاص. منورين الدوار يا عطارين. نوره بوجودك يا عمده. اظن دي اول مره تيجي الناجعه يا يحيى. والله يا عمده كان نفسي اجي من زمان بس ما جاتش الفرصه. اي جت الفرصه اهي ونورت النجع يا كبير. اخبار الناس هنا ايه يا عمده؟ زي ما هم. ما انت عارف يا عمي السنه اللي بتعدي هنا في النجع بيعدي قصادها ثلاث سنين عندكم في مصر. تقدر تقول كده احنا هنا عايشين في الماضي. الناس هنا غلابه، ايامهم كلها شبه بعض. والله مرتاحين يا عيشه، على الاقل يعني مش كل شويه الدنيا تفاجئهم بحاجه جديده. عندك حق يا حسن، أنا شخصيا وحشتني أيام النجع والعيشة في النجع. الدنيا كانت رايقة والبيوت كلها بيوتنا، عزوة وعيلة ورجالة وأمان. هترجع الأيام الحلوة يا عمي تاني إن شاء الله. بركة في العمدة بقى، ما تخلوش الكلام ياخدنا في دوكة. هتتغدوا ايه يا عمي؟ لا خلاص، أنا وصيت الحريم في الدوار يذبحوا لهم كام دكر بط. ما أنا عارفة عمي سليم بيحب البط. هو من ناحية بيحب البط، فهو بيحب البط جوي، وخصوصا كده لما تكون البطة بلدي ومحمرة. يا ابوي يا عم سليم. يا اخوي يا عم سليم. لا يا عم العمدة، احنا يا دوب نلحق الدار نشوف الرجالة، نتوكل على الله وخلي البط ده يوم تاني. طب والذبايح؟ بيوزعيهم على الغلابة يا عيشة، وهو كله بثوابه يا عمدة. يلا بينا. يلا. بس يا سيدي، وبس اول ما قلت لها ان انت عينك بتطق شرار ومش تسكت غير لما تجيب فلوسك، قالت لي لا، ما انا اصلا كنت هرجع له فلوسه بس كنت مستنيه يرجع للمحامي بتاعي. رودي اشترت نفسها بالفلوس دي على فكره. هو انت كان ممكن تقتلها؟ اكيد كنت هقتلها، بس تعرف احسن حاجه في الموضوع ده ايه؟ ايه؟ ان كل ده ما حصلش. انا عارف رودي من واحنا عيال صغيره، وعارف انها عمرها ما تعمل حاجه زي كده. مروان صدقني انا بس انا بحبك قوي. مجرد انك تعملي حاجه زي كده عشان بتخافي على مشاعري ده كبرك في نظري جدا على فكره. الفلوس اللي هترجع دي هتحط في حسابك. لا لا يا مروان ده كتير قوي. لا مش كتير عليكي. انا مصدقك وعارفه ان انت كنت بتعمل عمل بطولي. كنت بعيد عني
وما قلتليش. أشهد دي كانت ظروف الشغل. على فكرة أنت بتناقض نفسك. ظروف شغل إزاي وأنت سايب الداخلية بشكل رسمي ومش مكلف بأي حاجة؟ يعني اللي أنت كنت فيه ده كان عمل تطوعي مش أكتر. ودي يعني حاجة وحشة؟ بافتراض إن كلامك صح. ليه لما اتقبض على سيف العزازي ما رجعتش تكلم طارق تاني في موضوعنا؟ شفت؟ أديك لسه متردد. هقول لك أنا بقى أنت متردد ليه؟ عشان زمان زي ما كنت محتار بين رودي ولا شهد، دلوقتي بقيت محتار بين شهد ولا شمس يا يوسف. شمس؟ وإيه اللي جاب سير الشمس دلوقتي؟ هو أنت فاكرني غبية قوي كده؟ مش عارفة إن أنتوا طول الوقت مع بعض من ساعة ما خلاص تشهد؟ عادي يعني. أخت واحد صاحبي ودفعتي وكنت وإيه بقى؟ لازق لها ليه؟ بتطيب خاطرها؟ يا شهد أنا مش هقبل أفضل طول الوقت ضمن مجموعة اختيارات يا يوسف. والله العظيم تعبت. إهانة، إحنا كان في بيننا وبين بعض اتفاق، وأنا نفذت الجزء بتاعي من الاتفاق ده وخدت الخطوة الأولى. ناقص بقى الخطوة بتاعت حضرتك. فعلا يا عبد الحميد بيه، أنت نفذت الاتفاق وقابلت سليم في وجودي وقلت كل اللي احنا عاوزينه، بس للأسف الخطط اتغيرت. الخطط اتغيرت، يبقى سليم كان عنده حق بقى. حضرتك كنت بتضربيه بيا مش كده؟ كله بتمنه، والخطوة اللي قمت بيها أخدت تمنه. لا يا هانم، للأسف كلام حضرتك مش مظبوط. تمن الخطوة اللي أنا عملتها دي كان مقدم شغل بيني وبين حضرتك لما العمل يكمل مش كده؟ تمام، الشغل اتلغى، حلال عليك الفلوس. شفت الحكاية بسيطة ازاي؟ فعلا بسيطة جدا جدا. بس يعني ممكن أعرف الخطط اللي اتغيرت دي اتغيرت لصالح مين بالظبط؟ ما بتحبش تضيع وقتك يا عبد الحميد بيه، بكرة تعرف كل حاجة في أول. وحشتيني أوي يما. حسن. حسن؟ أنت عرفتيني؟ عمري ما تهت عنك يا ولدي. ياه، الحمد لله على السلامة يا حورية. شايفها جميلة؟ أمي بقت تتكلم وعرفتني كمان. زين الرجال يا زين. زين؟ زين خلاص بقى يما، راح وراحت أيام. أما أما مالك يا خالة حورية؟ ما انت زي الفل اهو، وسي حسن قدامك، ملي عينك منه. أما ربنا يسترها معاك يا ولدي، وما يكتب عليك لف في بلاده، ويجمعك بكل اللي ضاع منك. يا رب يا أما، انت بس لو تسمعي كلامي وتوعيني وتنزلي معايا مصر. ليه بقى يا سي حسن؟ ما هي قاعده وسطينا اهي ومفرحانا، ربنا ما يحرمنا منها ولا من بركاتها اللي محوطانا. ربنا يخليك يا جميله. انا مش عارف حسن ازاي سايب امه تعيش في الدار هنا، مبقاش تعيش معاه في مصر ليه؟ والله احاول اكتر من مره، في حاجه غريبه مخليها متمسكه بالمكان ده، كل ما بيجي ياخدها من هنا حالتها بتتدهور. سبحان الله، ربنا يطمنا عليها. لا بس ما شاء الله، الدار بقت حاجه تانيه خالص يا عزيز. الخضره زادت والزرايب والمناحل، الله ينور. الدار هي الدار يا سليم بيه، كل الحكايه ان الشباب لقوا حاجه تانيه يعملوها، حاجه كده تحسسهم بقيمتهم. احنا دلوقتي بنبيع لاهل البلد حاجات من انتاجنا هنا في الدار. ربنا يكرمك انت واخواتك يا عزيز. كله بنفسك يا سليم بيه، انا هستاذنكم اخش اطمن على حسن. انا اذنكم.
يا سلام، والله رعاية الأيتام دي حاجة تشرح القلب. أكتر حاجة ممكن تسعد البني آدم يا عمي في حياته إنك تشاركه في همه. على فكرة يا يحيى، إحنا بنعمل كده علشان نفسنا أكتر ما يكون عشانه. كله بسببه، أهم حاجة النية. مش مسألة ثواب بس يا عمار، إحنا طول الوقت محتاجين نشوف قدامنا ناس ضعاف مساكين وظروفهم أسوأ من ظروفنا بكتير، عشان نفتكر النعمة اللي إحنا فيها ونساعدهم. ده غير بقى إننا لما بنساعدهم في حتة بيضة صغيرة نظيفة كده جوانا بتتنفس، الحتة دي بقى لما بتاخد نفسها إحنا بنتبسط أكتر منهم. معاك حق يا عمي، بس أنا ما كنتش أعرف إنك شايف الموضوع كده. أهو إحنا مش ملائكة يا ابني. لا، والمسؤولية وحشة أوي. عارف، وعشان كده بقى أنا طالع زي أبويا، أحب أبقى معاك وأنت الكبير، لكن ما أتمناش أبدا يوم أكون الكبير. أنا كده تمام. والوقوف وش المدفع يا يحيى مش سهل. منورين الدار يا عطارين. ازيك يا نصار؟ اهلا اهلا اهلا. ازيك يا نصار؟ اولا يا ابني انا عايز اشكرك على وقفه الجدعانه اللي انت وقفتها معانا. عمار وعزيز حكولي عنك كتير. دي دار يا سليم بيه، حتى لو كان عالي وزيني شويه ديني رجعت وانتوا على راسي من فوق. أصيل نصار، أنا عايزك تبقى تعدي عليا في مسرحتك معايا في الشغل، وأنا برتب مع عزيز. أنا خدامك يا كبير، وعشان كده أنا عندي خبر حلو. خير؟ إحنا مسكنا واحد من رجالة موسى. طب وموسى نفسه؟ كان في الجبل عامل مملكة محدش يعرف يدخلها. كان يعني إيه؟ ما هو لما عرف إنكم بعتوا رجالة عشان تقتلوه قتلهم كلهم وساب الجبل ومشي. ما تقلقش، ما حدش فيكوا يقلق، البلد كلها أراضينا، وأنا هقلب البلد على اللي فيها، والواد ده هيجي وتحت رجلين حسن. طب يلا بينا احنا. طب وحسن؟ حسن خليه ويبقى يرجع مع فارس. طب والواد اللي قبض عليه مصار هنعمل فيه ايه؟ زي ما موسى عمل في اخواتك. فكر خير والله يا طارق بيه، ما كنتش اتوقع ولا اتخيل ان حضرتك تيجي تزورني هنا. عايزني اتوسط لك يعني في الحبس هنا ولا حاجه؟ لا، ما انا مش هطول هنا كتير، كده كده هخرج، واكيد سيادتك عارف قضايا الفساد اللي من النوع ده تفاصيلها بتبقى كتير قوي، وفي الغالب بيبقى ليها اكتر من كبش في ده. لحد دلوقتي جايز، يمكن موقفك في القضيه بيتحسن، لكن دي مساله وقت. ان شاء الله لغايه ما اجيب الادله هنخليك معانا هنا في السجن، بدل البدله البيضاء اللي انت لابسها دي هتبقى بدله زرقاء او حمراء. لا يا طارق بيه، ما بحبش الألوان الفقعة، بتضايقني. وبعدين انت هتستفيد ايه من موتي ولا سجني؟ ما الدنيا بره زي ما هي، ما اتغيرتش، الشر موجود والخير موجود يا طارق بيه. ما بلاش الكلمتين بقى اللي انتوا حافظينهم دول. انت عايز ايه يا سيف؟ عايز ادلك على طرف الخيط اللي هيخليك توقع ناجي وحيد، اللي هو اصلا مش ناجي وحيد. انت فاكر ان انا مستنيك عشان تديني معلومات؟ لو ما عنديش معلومات مهمه ما كانوش حاولوا يصفوني من شهرين في السجن. انا عارف كل واحد فيكم شغلانته ايه وبيعمل ايه ودوره بيبتدي فين وبينتهي فين، بس ملحوقه كله بأوانه. انت عايز ايه؟ ولا حاجه، عايز اعمل واجب معاك،
هخليك توقع أكبر تاجر سلاح في مصر. بس مش هو ده اللي انت عايزه؟